بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حنتحدث عن الموضوع الثاني من مواضيع الهيموداينامك ديس أوردرز، واللي هو الثرومبوزيس. الثرومبوزيس بيعني بالعربي شنو؟ التخثر، وهو عكس الهيموريدج أو النزيف. تمام؟ طيب، الديفنيشن أو تعريف الثرومبوزيس: ثرومبوزيس is defined as the formation of solid or semi-solid mass from the constituents of the blood within the vascular system during life. يعني تكون لكتلة صلبة أو شبه صلبة من مكونات الدم نفسه في الدورة الدموية أو في النظام بتاع البلد during life، أثناء فترة حياة الإنسان. وليه أنا قلت during life؟ لأن المصطلح بيتغير من thrombosis بعد وفاة الإنسان إلى clot. تمام؟ يعني thrombosis بعد ما الشخص يتوفى بيسمى شنو؟ بيسمى كلوت، تجلطات فقط. لكن لما الزول يكون عايش وتحدث له تجلطات بنسميها شنو؟ بنسميها ثرومبوزيس. واضحة النقطة دي؟ جميل. الباثوجينيسيس أو كيف بيحدث الثرومبوزيس هنعرف الآن. There are three factors that predispose to thrombus formation. هنالك ثلاثة عوامل بتساهم في حدوث الثرومبوزيس. These factors are called Virchow's triad. يعني هذه العوامل الثلاث بيسموها شنو؟ ثالوث فيرشاو. فيرشاو ده اللي هو منو؟ العالم اللي وضع هذه الثلاثة عوامل. تمام؟ جميل. العوامل الثلاث دي شنو؟ نمرة واحد endothelial injury. تحصل injury في شنو؟ في الاندوثيليوم المبطن لمنو؟ للبلد فيزل من جوا، مما يؤدي إلى حدوث الثرومبوزيس. الحاجة الثانية يكون في abnormal blood فلو، يعني يكون في تغير في تدفق الدم سواء كان بالبطء او بشنو؟ بالعشوائيه، ستيزيس اور تيربلس. تمام. الحاجه الثالثه الهايبركواجولابيليتي، يعني الدم النسبه بتاعت التجلط بتاعته بتزيد. تمام. وحنعرف الاسباب دي واحد واحد. خلونا نبدا باول عامل اللي هو شنو؟ الاندوثيليال انجري. ات از ذا موست امبورتنت فاكتور ان ثرومبس فورميشن، يعني هي اهم سبب من اسباب تكون الثرومبوزيس. اندوثيليال انجري از بارتيكولرلي امبورتنت ان ثرومبس فورميشن ان ذا هارت اند ارتيريال سيركيوليشن. يعني الاندوثيليال انجري هي بصوره خاصه مهمه جدا في شنو؟ في تكوين الثرومبوزيس. اللي بيحصل وين؟ اللي بيحصل في الهارت وفي الارتيريال سيركيوليشن، في الهارت وفي شنو؟ وفي الشرايين. تمام. جميل. من امثله الحاجات اللي بتعمل لي اندوثيليال انجري: واحد الاندوكارديال انجري ديورينج مايوكارديال انفاكشن. الناس اللي بتحصل لهم ام اي او مايوكارديال انفاكشن، يعني فشل عضله القلب، ممكن يصاب بشنو؟ ممكن يصاب باندوثيليال انجري. الناس اللي عندهم سيفير هايبرتنشن، يعني يكون الضغط بتاعهم عالي جدا، ده بيؤثر على شنو؟ على الاندوثيليوم بتاع شنو؟ بتاع البلد فيزل جوا، مما يؤدي الى انه يحصل فيه انجري. الحاجه الثالثه اللي هي الهايبر كوليستروليميا، مستوى الكوليسترول العالي في الاوعيه الدمويه برضه بيؤدي الى حدوث الاندوثيليال انجري. الراديشن الاشعاع و السيجريت سموكينج اللي هو التدخين، دي كلها عوامل او امثله لحاجات تعمل لي اندوثيليال انجري. الحاجه الثانيه او الفاكتور الثاني اللي هو الابنورمال بلاد فلو، بيكون شكل التدفق بتاع الدم بقى غير طبيعي. ستيزيس از ذا ميجر فاكتور ان ذا ديفلوبمنت اوف فينوس ثرومباي، يعني الثرومبوزيس اللي بيتكون في الفينس في الأوردة سببه منو؟ سببه الاستيزيس. الاستيزيس اللي هو شنو؟ بطء سريان الدم. يعني الدم لما يبقى بطيء بيعمل ثرومبوزيس وين؟ بيعمله في الفينس في الأوردة. تمام. while turbulence contributes to arterial and cardiac thrombosis by causing direct endothelial injury or by forming counter currents and local pockets of stasis. التيربيلنس اللي هو ده شنو؟ بيكون في عشوائية في تدفق الدم. تمام. عكس الاستيزيس او بصورة مخالفة لشنو؟ للاستيزيس. الاستيزيس اللي هو فقط بطء سريان الدم. تمام. لكن التيربيلنس هو عبارة عن عشوائية وممرات متخالفة ومتعاكسة لشنو؟ لتدفق الدم. و
التيربلنس بيحدث وين؟ بيحدث في الارتيريال اند كاردياك ارياس، يعني بيحصل دايما في شنو؟ في الشرايين وفي الهارت. اما الاستيزيس بيحصل وين؟ بيحصل في الفينس. وضحت النقطه دي؟ لازم تعرفوا الفرق. الاستيزيس بيعمل ثرومبوزيس في الاورده، والتيربلنس بيعمل ثرومبوزيس في شنو؟ في الارتيريز وفي الهارت. التيربلنس كيف بيعمل الثرومبوزيس ده؟ بيعمل دايركت اندوثيليال انجري، تمام، للبلود فيزل، او يعمل لي كاونتر كرنتس، يكون في تيارات متعاكسه للدم، ويكون في لوكال بوكيتس اوف ستيزس، يعني بسبب الانجري دي تحصل لي جيوب داخل البلود فيزل وتخلي البلود في حاله بتاعت ستيزس. اذا واحده من الحاجات اللي بتسبب الاستيزس التيربلنس نفسه. وضحت النقطه؟ جميل. من امثله الحاجات اللي بتعمل لي ابنورمال بلود فلو ايضا المايوكارديال انفاكشن والميترال فالف ستينوزيس، تمام. واحد من الصمامات المهمه جدا في القلب اسمه الميترال فالف، لما يحصل فيه ضيق بيسبب لي ابنورمال بلود فلو. هايبر فيسكوزيتي سندروم، يعني الجسم او السيركيوليشن بيكون فيها مشكله بتاعت هايبر فيسكوزيتي، الدم بيكون لزج بصوره عاليه جدا، مما يؤدي الى يكون في شنو؟ ابنورمال بلود فلو، تمام. الحاجه الثالثه او العامل الثالث في ال فيرشاوت رايات او الحاجات اللي بتسبب لي الثرومبوس اللي هو الهايبر كواجولابيلتي. هايبر معناه حاجه زايده عن اللزوم، والكواجولابيلتي اللي هي شنو؟ التجلط، مش كده؟ اذا معناها في شنو؟ في تجلط عالي اكثر من شنو؟ من الطبيعي. هايبر كواجولابيلتي is any alteration of the coagulation pathway that predisposes to thrombosis، يعني اي تغير في الكواجوليشن سيستم بتاع الجسم بيؤدي الى حدوث ثرومبوزيس بنسميه شنو؟ هايبر كواجولابيلتي. It is a less common cause of thrombosis، هي يعني اخر واحد من الاسباب ذات الاهميه بالمكان في شنو؟ في حدوث الثرومبوزيس. طيب الهايبر كواجولابيلتي طبعا بتتقسم الاثنين، يا يعني اما تكون برايمري اللي هي بتكون جينيتيك، او تكون سكندري ودي بتكون اكويرد يعني مكتسبه، تمام. البرايمري من امثلتها ثلاث حاجات، انه يكون في ميوتيشنز ان فاكتور 5 او ما يسمى باللدين فاكتور، او يكون في انتي ثرومبين 3 ديفيشنسي، او بروتين سي اور اس ديفيشنسي. كل الثلاثه دي عباره عن شنو؟ عباره عن ناتشورال انتي كواجولانت، هي مضادات لشنو؟ مضادات لشنو؟ للتخثر، تمام. فبالتالي دي اذا نقصت معناها مستوى التجلط حيكون عالي، بيعمل لي شنو؟ هايبر كواجولابيلتي، وبكون الزول عرضه لشنو؟ للثرومبوزس. السكندري هايبر كواجولابيلتي او المكتسبه بيكون من امثله شنو؟ المايوكارديال انفاكشن، التيشو دامج، والسيجريت سموك. دي حاجات بشنو ممكن تعمل لي هايبر كواجولابيلتي. طيب نجي نشوف الفيت اوف ثرومبس، المصير اللي بيحصل لشنو؟ للثرومبوزس ده شنو؟ عندنا اول حاجه ممكن يحصل للثرومبس ده بروباجيشن، يعني شنو؟ يزيد من حجمه ويتضاعف لحد ما ممكن يعمل له اوبستراكشن لشنو؟ للبلد فيزل ويقفله، تمام. الحاجه الثانيه ممكن يحصل له امبولايزيشن. امبولايزيشن يعني شنو؟ يعني يتشات الثرومبس ده من الحته اللي تكون فيها ويمشي لمنطقه ثانيه، دي اسمها شنو؟ امبولايزيشن. يعني مثلا الثرومبس يتكون في اللور ليم في الرجل يعني، تمام، و يتشاد عن طريق السيركيوليشن مشى لشنو؟ مشى للنكس، مشى للرئتين، دي اسمه امبولايزيشن. او المصير الثالث انه يحصل له ديسوليوشن، يعني يذوب ويكسر النظام بتاع الانتي كواجولنت سيستم، تمام، في الجسم ويروح. او يحصل له اورجنايزيشن اند ريكانلايزيشن. دي فهمها شنو الاورجنايزيشن الريكانلايزيشن شنو؟ دي اللي هي لاحظوا معايا ده بلاد فيزل بصوره طبيعيه، بكون فيه بلاد فاتح بصوره طبيعيه، هنا حصل له مثلا شنو؟ اوبستراكشن بثرومبس، قفله مره واحده، تمام. لكن بعد الثرومبس ده ما قفله حصل له ريكانلايزيشن، يعني فتح قنوات في الثرومبس نفسه، تمام، فتح قنوات 1 2 3، دي عباره عن قنوات فتحها الثرومبس عشان يسمح بشنو؟ بمرور الدم، لكن طبعا حيكون الدم مار بصورة شنو؟ بسيطة وبطيئة جدا. يبقى ده شنو؟ ده واحد من الحاجات اللي بيقول ليها او واحد من مآلات الثرومبس، تمام. يعني يا اما يحصل له بروباجيشن، امبولايزيشن، ديسوليوشن، اورجنايزيشن، اور ري كانالايزيشن. وبكده نكون اخذنا نبذة مختصرة عن
الثرومبوسيس، ولحد هنا نلقاكم في